السلام، كبيدات كديرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اماكم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في احسن الاحوال يجيكم فيديو جديد الوغ فلوغ. الفيديو ديال اليوم غنجمعوا فيه واحد اليومين وثلاث ايام باش نقضيو هكا بزاف ديال الحوايج ونصور لكم بزاف ديال الحوايج. غادي ندير فيه يومين ولا ثلاث ايام، انا غادي نشوف باش نجمع لكم هنا وهنا 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 ونجمع لكم كلشي. المهم خليكم معانا وصافي. اختي من بعد فطرنا ولبسنا حويجاتنا وهبطنا، لبست غير هاد الكسيوة هكا من فوق حويجات اللي غادي نعوم بهم صافي، وغاديين كل واحد هز حاجه. جاد غادي عريان مبغاش يلبس، قال كنمشي بحال هكا صافي. شعري راكم عارفين مع الصيف ما تنبقى نصاوبو، ما تنبقى ندير فيه وجهي الصراحه، حتى ما كندير لا مكياج لا والو. ايوا صافي. وحنايا اختي كنا غاديين للبحر ديال المضيق، دونك شدينا الطريق للبحر ديال المضيق ولي ولفنا نعومو فيه، واول عومه عملناها فيه. دونك صافي مشينا ليها دغيا. غير هو هذا النهار يجيكم اليومين مقلوبين، يعني النهار عملنا في المضيق وفي العشيه خرجنا في مارتيل، ولا غد ليه عملنا في مارتيل وخرجنا في المضيق. صافي يعني من بعد الدور الدراري الصغار تيشوفو دوك اللعاب ودوك الشيء اللي نشريو، وقفوا هنا كيهزوا شويه ياخذوا صافي. عمروا داك البانيو الصغير الباهيه فين غادي تعوم، وانتم اختي هي راه جالسه وما كتخافش من الماء تبارك الله ما شاء الله. ايوا صافي هنا كنوريكم راسي قبل ما نهبط نعوم. ويلا اختي ضربنا بواحد العومه شي ساعه وحنايا في الماء، يلا طلعنا. مع كنخاف نطلع الا نشفت ما تنقدرش نعاود نهبط نعوم صافي، مبراده الا نشفت صافي. وصافي بقيت في الماء، قلت نبقى باش نطلع. كنت فكره ازدين كنبدا نعوم مع اختكم كتزعم، وازدين قبل ما ندخل كيصيفط ليا ميساج راجع عندك، راجع ما تدخليش، راجع ما تدخليش. كان كيدير عليا حتى بابا هاد القضيه، كان حتى بابا تيبقى يقول لي ما تدخليش ما تزعميش. كنت مع ماما تيبقى يعيط لها تيقول لها ما تخليهاش تدخل. ايوا المهم امنا شويه وكن عايمين وخايفين كنقلبوا على القرش. ايوا صافي اختي دابا كنشفوا شي شويه، الجو زوين والماء زوين الصراحه. في الاول كتحسي راه بارد ولكن الماء الصراحه زوين صافي. مني كتدخلي زوين، من غير ما كتدخلي لداخل كاين بارد. ايوا صافي صافي اختي دابا طحنا وغادي نمشيو نرجعو نتغداو ونرتاحو شويه. ديجا ما جيناش بكري، جينا معطلين. ايوا صافي ايوا صافي اختي يلا ضربناها بالتدويشه، حيدو الملحه. ما عرفتش شنو هي هاد البقعه خرجت لي في وجهي، ما عرفتش مناش الصراحه. ديجا ماشي عاد دابا، يعني ديجا شي جوج سيمانات ولا شهر وهي فيا. كان قال لي ازدين وما عرفت شناهي، كنتمنى انها تمشي. وكانت هادي غدي ودنا الحمى بالبرقوق مع شلاضه، شلاضه مغربيه عاديه بصلو مطيشه صافي والعصير. اختي غادي نخرجو، لبست التيشيرت مع هاد السروال بحال هكا، شعري باقي فازك فياش الصراحه اللي غيصايبو. ديجا مغاديش تصايبو باش ما نخرجش عليه، راكم عارفين دابا مع البحر مكاينش تبقاي تعومي به الصباح وفي العشيه تصاوبي غيتهلك. دونك صافي ديجا مازال فازك صافي، نلبسو بحال هكا. وهنا خرجنا للسويقه ديال مارتيل. دونك مشينا الصباح عملنا في المضيق، رجعنا للدار لانه ديجا الدار كاينه في مارتيل صافي. وهنا جينا لهاد السويقه، السويقه صح هاد مارتيل ما عمري جيت لها. انا كنت كنجي لدوك الشانطيات اللي كيكونوا فيهم الحوانات وهذا، هاد السويقه لداخل ديالها ما عمري دخلت لها اول مره. دونك هنا كاين شي الشامع الكبير اللي كاين تما الوسط صافي، وكتدخلوا ليه من حدك داخله كتلقاي السويقه كبيره، وكاين البال داخل ومعروف داك البال ديالهم بال الشمال راه معروف. دونك صافي دخلنا في داك السويقه، وعاد من هنا من بعد دينا كندخلوا للبال. كان البال غزال الصراحه، اثمن 10 درهم 5 درهم، فحال 10 درهم 20 درهم واعرين، فحال شي وحدين ب 20 درهم توجداد بالتيكيتات ديالهم وكلشي صافي. هنايا كنوريكم هكا في البال اختي، البال ومن لا يعرفه. شي ايام كنت مبليه بمشي، شي ايام شي عام دابا ولا عامين كنا كن الحويجات بحال هكا سميتو ديال الشتا، راكم عارفين حتى بوديات كيكونوا جدادين كتاخذهم بواحد 30 درهم زوينين الصراحه. البنات كيقولوا لي عاوتاني، واحد كنت كنقولها في انستغرام والبنات كيقول لي لا راجع ما تبقيش تقولي البال البنات تيكونوا ويلي واش هادي يوتيوبرز وانفلونسرز وكتشري من البال. اختي انا كنقول لكم الصراحه وتنقول لكم اللي كاين عادي، علاش من البال؟ ايوا المهم اختي صافي كملنا الدور. ومن بعد ضروري راكم عارفين الدراري الصغار خصو اللي شافها يجلس يلعب صافي. جينا جلسنا نرتاحو، بان ليه الطوموبيلات بغا يلعب في الطوموبيلات. جيت لقى السروال ما تقطعيه،
شوفي السروال. ايوا صافي اختي، المهم دابا رجعنا للدار، بغيت نوريكم الضحيه داكشي اللي خديت. ماشي شي حاجه، المهم البال هذوك اللي وريتكم كانوا دايرين 10 درهم الصراحه، دايرين داكشي زوين. وكاين واحد اخر اللي صور التيشورتات عنده داير لهم 20 درهم، التيشورتات عنده زوينين، ولكن انا هادو خديتهم من عند الاخر اللي ب 10 درهم. لقيت عنده تيشورته زوينه، الثوب ديالها زوين. صافي جا كتلبس مع هاد الجيب، وخديت هادي بيجاما، شوفوا كي دايره ب 10 درهم. واه شوفوا كتجي بحال هكا من الفوق، دونتيل كتجي بالدونتيل من الفوق، وكتجي هكا طويله غزاله واعره واعره، كتجي فنه الصراحه ديال الدار زويونه. صافي ومن بعد خديت هاد العيبات، هادو كيعجبوني، ما خديتهمش الصراحه باش نقطع فيهم، خديتهم باش نديكوري بهم، كيجيو زوينين في الديكور ورخاص. هادو ب 5 درهم من عندهم، مالين 5 درهم، حدا حنا في السله دايره لهم 10 درهم ولا ما عطات 100 درهم. كاينين عند مولات 5 درهم، حدا انا دايره لهم حنا 10 درهم. صافي خديت هادو جوج الوان مختلفين، هذا خشب شويه فاتح وهذا زعما خشب شويه غامق. نقدر وحده هكا نديكوريها في الطابله فين داير دوك الشميعات، نحطهم فوق وحده فيهم، وحده نخليها نديكوري بها في الكوزينه. المهم زوينين الصراحه، 5 درهم رخاص زوينين، وهادو تجي فيهم بحال هكا ملي تحطي قهيوه ومعاها هكا شي حاجه، ثم 5 دراهم. ايوا صافي اختي هادشي اللي صورنا، هادشي اللي ايوا صافي اختي هادشي اللي شرينا، هادشي اللي خديت اليوم، ايوا هادشي اللي كاين حتى الغدا ان شاء الله. ايوا صافي اختي، المهم بس لو غادي ما تضحكوش ليا على درت الضفيره، لانه شعري ما كنبغيش نطلق من كوكو كان عوم، ما كنبغيش نطلق. ما صورتش لكم حنا فين كاين، هي بحال شكل فين مشينا في طنجة نيت، كيكونوا دي ريزيدونس وتيكونوا فيهم هكا دويرات صغيورين. ايوا صافي، المهم لبست لك السيوة ديالي وهزت زهرة ديال البايان وصافي. شعري ما كنبغيش نطلقو حيت ملي كنجي نعوم به مطلق كيعذبني. وصافي اختي هادشي اللي كاين، شوفوا لهي واش كتعجبني تطوان بالجبال الطبيعة، شوفوا لهي كيبانو الجبال هكا زوينة الدنيا. وهنا اختي وصلنا للبحر، جينا غير ديال مارتيل قريب لينا، ما كملناش 5 دقائق. هذا البنات هو اللي كندير على قبل زوين، دابا كنستعمل لاقربيه فين وجهي وعنقي وايدي، وهذا كنزيدو في اللحمي. المهم يوما جينا غير البحر ديال مارتي هذا، صراحة كيبقى تيعجبني لاخر عليه، في المبيض كيبغينا عليه. المهم وصلنا الموجة باش نتلاوح فيها، اللي يهدي معاك الشومبرا ديالك قولي لا أنا بغيت نولي راجل زعما كيعوم بلا بيت. يا ماما الله يا بابايا خلاص ان شاء الله. نعم زيد باش تصور معايا زيد، ها هو بدات من دابا لبست، غادي نخرج ما تديوش على هادشي ديال البحر. لبست هاد الكولون بحال هكا مع هاد التيشورت والصنادير ديال الشي كيسولوا لي على البنات في الانستغرام بزاف. ايوا صافي اختي، مكياج سامبل، شعري راه باقي فاز جمعتو اللون قد ديتي القصه بديت هكا شويه مختلف، شوفوا راه شديت اللون.
وصافي اختي شدينا الطريق. دونك شدينا الطريق للمضيق، انا راه حتى لداك 8 وباقا الشمس وباقي الصهد هاد اليومين الصراحه كاين الصهد بزاف. دونك شدينا الطريق للمضيق، سويقه المضيق صافي راني حافظها مزيان. هنا الشوارع الاولين عاد كتبداو تدخلوا، غادي كتدخلوا في السويقات. الدنيا الصراحه زوينه، غير هو المضيق عامر بزاف على تطوان على مارتي على الفنادق. المضيق عامر بزاف وزادوا في الاثمنه. من بعد نهضر معكم في هذا الشيء. دونك صافي بقينا كندورو، من بعد هكا كنشوف البال، كنت باغا نشوف هكا شي زور ناموسي. راني قلت لكم ناموسي عندي كبيره، دونك ما حنا معاها في لي زور، ولي زور ديال البال كيكونوا زوينين تيكونوا كاليتي. وهذا ساعه الصراحه ما لقيتش، لقيت واحد وزايد في الاثمنه بزاف. صافي هنا كندوركم هكا معايا دويره اللي تنصور لكم هكا شويه 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 من الحاجه. ودخلنا من بعد هنا لهاد القيصاريه، راه كانت هي في المضيق. زوينه مول فين تايا كنجيو لها، كاين هذاك مول 5 دراهم الداخل كيكون عامر ما كتلقايش بلاصتك. ولقيناه نيت عامر صراحه، كنت غنصور لكم اللي كتلقاو عامر بزاف والزحام، ولكن نتوما زادوا في كلشي. وعاوتاني اختي كندورو كنعيا وكنقلبوا فين نجلسوا. صافي هنا كنحفيو الصبابط انا ولوستي ملي كنتلاقاو، هي كتبغي الدوران وانا كنبغي الدوران. صافي بعد هنا جلسنا ثاني شويه هكا في لاكوت، جا بدا كيلعب بالطوموبيل، من بعد بان ليه الموتور بدا يبكي على الموتور، المهم لعب في كل شيء. صافي من بعد كنا جبنا ديجا يزار وجلسنا هنايا نيت في البحر نتعشاو وفرجنا لي زار وحطينا العشاء. الدنيا كانت زوينه وكانوا ديجا دايرين الضو، يعني الدنيا عامره الصراحه، كلشي كان كيجيب العشاء ولا هذا وكيجلس تمايا يتعشى. شوفوا الباطويات كبيرين اللي كيبانوا واعرين، المهم دابا الكاليتي مع ليل الظلام مستسلم. شوفوا هي هذوك الباطويات كبار، بخيرات ماشي باطويات، بخيرات كبارين وشاعلين في النيل. شوفوا كي جايين، شوفوا ايوا صافي الناس هنايا كيجيو يتعشاو ولا هذا حدا البحر عامره الدنيا. اختي هنايا شفت واحد الراجل كيصيد بلا ما نوريه، كيصيد الحوت، وانا الصراحه هذا البحر ديما كنعومو فيه، يعني من شحال من عام ما عمرنا لقينا فيه الحوت، ولا كيف شفتو دابا كيصيد الحوت بالليل ما عرفناش واش حنا كنعومو مع الحوت ولا ما نعرف. كبيدات الو غادي نسالي معكم الفيديو. هنايا حنا باقيين الصراحه مجموعين هنايا شويه، باقيين جالسين اختي الاضاءه واعره هنايا معك ما في جهه البحر، كاين دوك البروجيكتورات الكبار. ايوا صافي اختي قلت لكم الصراحه نقول لكم واحد الحاجه، يعني انا سنين وحنا كنخيموا هنايا في المضيق الصراحه زادوا فيه بزاف بكل صراحه الاثمنه، ولاو ما يمكنش. كان البال هنايا ديال المضيق معروف والاثمنه مناسبه وداك الشيء واعر، دابا داك الشيء حالته ما كاين 30 درهم 40 درهم 50 درهم. خديت بعدا يزار دابا نوريه لكم، ولكن خديته جديد. مشيت اختي بغيت ناخذ قديم في البال تكونوا زوينين هاكم بردين، قال لي 150 درهم إزار في البال ب 150 درهم حق الله. اما داك السقاطه وداك الشيء من كلشي كلشي زادوا فيه في الثمن الصراحه، لا من داك السقاطه ولا من كلشي، كلشي السقاطه الحوايج كلشي كلشي زادوا فيه في الثمن. والبال قلت لكم حوايج والله ما فيهم اي تشابه، عاديين جدا، داير لهم 30 درهم 40 درهم الصراحه زادوا فيه بزاف. صافي ما عجبنيش الحال الصراحه، من بعد كنت باغا نسافر انا وازدي ما نجيش لهنايا لانه زادوا في الاثمنه بزاف. مازال مارتي الصراحه البارح وما كانش حيتش المضيق، دابا نقول لكم حتى مني عمنا اليوم بحر مارتي الخاوي بحر المضيق هكا. دابا شو رينكون كي داير هنايا شتي سميتها شنو نقول لاكوت، لاكوت كي دايره هكا بعباد الله. المضيق كانت معروفه ديش نعا كلشي كيجي يصيف فيها، داكشي علاش هما داروا الكرون الصراحه، لا الاثمنه ديال الكرا ولا ديال الماكله ولا ديال الحوايج صافي. اما ولا داكشي ديال السقاطه اللي كنا مثلا كتجي تسافر للشمال شحال شرينا ملكه حنا من هنايا ب 5 دراهم، ولا دابا بحال كتاخديها من مرجان ولا من سلاح دانا نيت. داكشي داكشي اللي كانوا كيجيبوه ما عرفتش الصراحه واش هما اللي زادوا في الاثمنه اولا هما ولاو السلاح كياخذوها زايده الله اعلم. انا كنهضر على الثمن اون جينيرال. ايوا صافي اختي المهم غادي نسالي معكم هذا الفيديو هنايا. حاولت نصور لكم هكا شويه 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 من الحاجه، في نفس الوقت حاولت انا نبروفيتي هنايا وندوز وقت زوينه. دونك داكشي جمعت لكم يومين في نهار واحد، وغايجي فيديو خفيف ظريف فيه شحال من حاجه ما تشوفوا معايا. دونك اختي هذا الشيء اللي كاين، خليوا لي كومونتيرات زوينين وخليوا لي لا جيم ولا كومونتير.
ديرجمو لي كومونتير وابوني لي ما دايراش ابوني صافي اختي وتهلاو فراسكم وسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله.